بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا في اللقاء الثالث ضمن شروحات السلسلة التعليمية Programming Basics for Beginners أو أساسيات البرمجة للمبتدئين. لو تذكروا حضراتكم احنا المرة اللي فاتت بدأنا فعليا في كتابة أول برنامج لينا بالسي بلس بلس، وتكلمنا فيه عن ازاي نقدر نعرض بيانات على الشاشه باستخدام السي اوت، ازاي نقبل مدخلات من اليوزر باستخدام السي ان، وتطرقنا للحديث عن الفاريبلز والداتا تايبس اللي بنستخدمها عشان نخزن البيانات بتاعتنا. المره دي انا عاوز اركز اكتر شويه على موضوع الفاريبلز، لان احنا في المره اللي فاتت خدناه بس بسرعه عابره كده. اولا احنا اتفقنا ان انا قبل ما استخدم فاريبل، الفاريبل هنا قلنا ايه عليه؟ أي بالظبط مكان في الميموري بستخدمه عشان احفظ فيه قيمه معينه البرنامج بتاعي هيستخدمها. فاحنا قلنا لو تذكروا احنا قبل ما نيجي نستخدم الفاريبل لازم نعمل ما يسمى بالديكلاريشن، ديكليرنج الفاريبل، لازم اعمل له عمليه تعريف. التعريف ده كان معناه ايه؟ بالظبط ان انا احدد اسمه وكمان احدد داتا تايب بتاعه. لازم ادي الفاريبل اسم ولازم اديله داتا تايب. الداتا تايب اللي هو نوع البيانات، معناها البيانات اللي هتخزن في الفاريبل ده نوعها ايه، هل هي ارقام صحيحه ارقام غير صحيحه، ارقام موجبه ولا ممكن تحتمل ارقام سالبه وما الى ذلك، هل هي حروف، هل هي سترينج يعني نص كبير وما الى ذلك. هنا بقى انا عاوز اركز على حاجه مهمه قوي، حته الانيشياليزيشن او initializing variables. initialization يا جماعة جاية من كلمة ان انا ادي الـ variable initial value. initial value معناها ايه؟ قيمة ابتدائية. يعني انا عاوز مجرد ما عملت الـ variable اعطيه قيمة ابتدائية. قيمة ابتدائية معناها ايه؟ يعني اخزن فيه قيمة قبل ما ابدأ استخدمه. خدت بالك؟ اقول الـ variable ده اما اجي استخدمه انا عاوز تبقى قيمته كذا، ممكن عاوز يبقى قيمته صفر مثلا. واضح؟ يبقى ده المقصود بالايه؟ الانيشياليزيشن. يبقى انيشياليزيشن مينز تو جيف ا فاريبل ان انيشيال فاليو، قبل ما ابدا استخدم الفاريبل بعطيه انيشيال فاليو. الانيشيال فاليو دي ممكن اديها له في مرحلتين، اما اديها له اثناء الديكلاريشن، يعني انا وانا بعمل تعريف للفاريبل ممكن اديله انيشيال فاليو في نفس الخطوه. ازاي؟ زي كده. يعني مثلا هنا انا عامل فاريبل اسمه فيرست، ده نوعه او داتا تايب بتاعه انتجر، وكتبت جنبه ايكوال 13. ايكوال 13 معناها ايه؟ يعني الانيشال فاليو بتاعته بكام؟ ب 13. يعني انا لو خدت الفاريبل ده بدون ما اعمل عليه اي عمليات وطبعته دلوقتي يطبع كام؟ 13. واضح يا جماعه؟ يبقى انا اول معلومه ان انا ممكن اعمل انيشاليزيشن اثناء الديكلاريشن، اثناء خطوه التعريف نفسها. دي امثله، يعني مثلا هنا سكند بيساوي 10، يبقى انا عملت فاريبل ثاني اسمه سكند، نوعه برضو انتجر وحطيت فيه قيمه ابتدائيه كام؟ 10. هنا مثلا ما بقول كاركتر اسمه سي اتش، ورحت حاطط فاتح سنجل كوت وسيبها فاضيه، معناها ايه؟ انا عاوز اخزن سبيس. هنا اتفقنا لو تذكر ان السبيس او المسافه اللي على الكيبورد دي ده كاركتر من ضمن الكاركترز اللي عندي، من ضمن الحروف اللي عندي. فانا هنا عاوز ابدا السي اتش ان يكون فيه سبيس. الكاركتر بصفه عامه يا جماعه اي كاركتر بيتحط بين سنجل كوت، يبقى انا لو عاوز اكتب حرف الاي حرف البي حرف السي مثلا اي حرف احطه بين سنجل كوت زي ما انت شايف كده. طيب هنا مثلا الدبل اكس بيساوي 12.6، طبعا احنا اتفقنا ان الدبل والفلوت دول داتا تايبس بيستخدموا في تخزين الريال نمبرز. الريال نمبرز نقصد بيها ايه؟ الارقام اللي فيها كسور. الارقام اللي فيها كسور، مش معنى كده ان هم ما يشيلوش ارقام صحيحه، لا، هم يشيلوا ارقام صحيحه وعندهم امكانيه ان هم كمان يشيلوا ايه؟ كسور. هنا الملحوظه المهمه قوي، all variables must be initialized before they are used in an arithmetic operation. هنا مهمه جدا 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 الحكايه دي. لو الفاريبلز اللي هتعملها دي هتستخدمها في معادلات حسابيه، يبقى قبل ما تبدا تحطها في معادلات حسابيه لازم تكون واخده انيشال فاليو، لازم يكون ليها قيمه. لان احنا يا جماعه اما بنيجي نعرف الفاريبل ومن غير ما نديله انيشال فاليو ممكن يكون فيه حاجه تسمى ايه؟ جاربج. معناها ايه؟ يعني
انا الميموري بتاعتي ميموري مساحة مستخدمة من كل البرامج، فانت بتروح تحجز مكان للفاريبل بتاعك. انت ما تعرفش المكان اللي انت حجزته ده مكتوب فيه ايه، صح؟ فعشان كده بيقولوا عليه جاربج، انا ما اعرفش فيه ايه، ده بقايا من البرامج التانية. فانا عشان البرنامج بتاعي يبقى شغال صحيح لازم المكان اللي حجزته ده انضفه من الجاربج دي. بنضفه ازاي بقى؟ ان انا بديله initial value، يبقى انا بحط قيمة بايدي مكان الجاربج القديمة دي. واضح يا جماعة؟ يبقى ده ضروري، خلي بالك من الخطوات دي ضروري. تعال بص كده انا وانت على البرنامج. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا عندي integer وعرفت variable اسمه i وvariable مثلا تاني اسمه j وvariable هنفترض اسمه k، الثلاثة integer variables. لو انا حبيت اقول كده الk بيساوي الi بلس الj، الاي هنا يا جماعه والجي انا ما اديتهمش انيشال فاليوز، صح ولا لا؟ ما اديتهمش انيشال، ما اديتهمش قيم ابتدائيه، ما فيهمش قيمه. العمليه الحسابيه دي غلط، مش هتتم، هيطلع لك ايرور اثناء الرن. ليه؟ لانك انت فيها جاربج ما نعرفش هي فيها ايه. خلاص؟ طيب لو انا عملت سي اوت دلوقتي وقلت اطبع لي الكي مثلا يعني، وهسيب كمان سطر اهو بعديها. طبعا احنا خدنا الكلام ده بقى المره اللي فاتت بالتفصيل. تعال نجرب كده، انا هعمل بيلد ماشي. هنا اما تيجي تعمل بيلد ما بيطلعلكش ايرور. الايرور يطلع امتى؟ لو انت مش عامل ديكلاريشن. انما الانشياليزيشن بص بيطلع لك ايه؟ ورننج. خدت بالك من ورننج؟ ورننج يعني ايه؟ تحذير. يقول لك هنا خلي بالك انت هيبقى عندك مشكله، هي مش ايرور، لان الايرور بيطلع صحيح لو انت مش عامل ديكلاريشن، لو انت مش معرف الفاريبل يقول لك اه الفاريبل ده undeclared. undeclared يعني ايه؟ يعني غير معرف، مش عارف استخدمه، ما اعرفش هو ايه، هل هو انتجر ولا مش انتجر، بابل ولا فلوت ولا ايه. انما هنا بيقول لك warning uninitialized local variable. uninitialized يعني ايه بقى؟ يعني ملوش قيمه ابتدائيه. طيب خليني اجرب كده اعمل run. شفت؟ ادي اللي بيطلع بقى في الرن. هنا الايرور اللي طلع ده معناه ايه؟ معناه ان هو اما جه يعمل العمليه الحسابيه دي طلع ايرور، لانه بيجمع جاربج على جاربج، حاجه غير معلومه ما نعرفش هي ايه اللي انا هجمعه. فالحل الامثل او الطبيعي اللي انا اما اجي اشتغل، شوف حتى لو حضرتك خدت بالك شايف الرقم اللي طالع، اي رقم ما نعرفش الرقم ده كنيته ايه، يعني اي رقم كده يبقى الصح. ادام هستخدم الاي والجي والكي والكلام ده في معادلات حسابيه ان انا هدي لها قيمه ابتدائيه. يعني مثلا اقول اي بتساوي 5 هنفترض، واقول الجي بتساوي 10. طيب واحد يقول لي انت الكي ما اديتوش انيشال فاليو. ليه؟ لان الكي انا هو اللي هخزن فيه الناتج. يعني انا كاني بعمل له ايه؟ هعمل له انيشاليزيشن عن طريق الاكسبريشن ده. خلي بالك يبقى الكي هنا قيمته الابتدائيه هياخدها منين؟ من حاصل جمع الاي زائد الجي. لو انا في الحاله دي طبعت الكي، تعال نجرب بقى كده، يطبع كام؟ 15، صح؟ يطبع 15 لان الاي ب 5 والجي ب 10. واضح يا جماعه اللي قصده؟ يبقى ادي معلومه مهمه جدا جدا جدا، اما تيجي تعمل فاريبل لازم تعمل له انيشاليزيشن، وبالذات لو هتستخدمه في معادله حسابيه. خلاص؟ تمام. خلينا نرجع للسلايد نشوف حاجه ثانيه. هنا في بعض القواعد اللي يجب عليك تاخد بالك منها اثناء تسميه الفاريبلز. لو اتفقنا ان الفاريبلز لازم تكون لها اسم، الاسم ده في قواعد بتحكمه. اول حاجه dont use reserved words as variable names. يعني انا لما اجي اعمل فاريبل ما ينفعش اسميه باسم ريزيرفد وورد. يعني ايه ريزيرفد وورد؟ يعني الكلمات الخاصه اللي بتستخدمها لغه البرمجه نفسها. يعني مثلا عندي في السي بلس بلس كلمه اسمها اف، دي كلمه تخص اللغه. إلس، انت، فلوت، كيس، كل الكلمات دي بيسموها ريزيرفد ووردز، يعني كلمات خاصه باللغه. فما ينفعش انت تيجي تعمل فاريبل نيم بنفس اسم ريزيرفد وورد، لان طبعا الكومبايلر هيلتبس عليه، هل هو ده امر ولا ده الفاريبل اللي انت عامله؟ كلام منطقي صح؟ طيب تاني حاجه ذا فيرست كاركتر هاز تو بي ا ليتر. ا ليتر يعني ايه؟ اول حرف لازم يكون ليتر. ليتر يعني حرف.
اور اندرسكور. يبقى انا لو اما اجي اسمي الفاريبل ما ينفعش ابداه مثلا بالاند، علامه الاند ما ينفعش ابداه بعلامه الداش، ما ينفعش ابداه بعلامه بلس، ما ينفعش ابداه برقم. لازم يكون اول حرف، اول حاجه في الفاريبل حرف اي بي سي دي زي ما يكون، او اندرسكور. ماشي؟ ات كانوت بي ان نيوميريك ديجيت، ما ينفعش احط في اول حرف عندي او اول حرف في الفاريبل رقم. طيب تاني حاجه، ذا سكند اند اذر كاركترز اوف ذا نيم كان بي اني ليتر. بعد بقى اول حرف ما يفرقش اي حاجه اور اندرسكور، لكن ما ينفعش تستخدم اي حاجه غير الليترز والنمبرز والاندرسكور. يعني اي سبيشال كاركتر تاني ينفع؟ لا ما ينفعش. سبيشال كاركتر نقصد بيه ايه؟ انت عارف علامه الاند، علامه المودولس مثلا اللي هي علامه البرسنتج اللي في الميه، الدولار ساين، الكلام ده كله ما ينفعش يستخدم اثناء تسميه ايه؟ الفاريبلز. هنا اكزامبلز هتسهل لك الموضوع خالص. يعني مثلا ده سام فاليد نيمز، دي اسماء صحيح. ماي اندرسكور نيم ده صحيح لانه استخدم الاندرسكور ما عندوش مشكله. اند ام بدا بحرف وبعدين حروف ارقام ما عندناش مشكله برضو. السالري كلوحده كده من غير الحروف والارقام ينفع. اسف بدون الاندرسكور والارقام ينفع. هنا مثلا ده ينفع، ده اندرسكور اد ده ينفع، كل دول ينفع. طيب سام انفاليد نيمز، هنا ما ينفعش اسيب سبيس بين خلال الايه اسم الفاريبل، زي مثلا كده ماي سبيس نيم، ده غلط، ده مش اسم فاريبل صحيح، ما ينفعش. طيب ماي داش نيم، داش اللي هي علامه الناقص، برضو ما تنفعش تستخدم. اللي ينفع يستخدم بس من السبيشال كاركترز هو ايه؟ برافو عليك، الاندرسكور. هنا مثلا فيرست حط اول حاجه 1، ده رقم ما ينفعش يبقى في اول اسم الفاريبل. هنا مثلا حط علامه التعجب، ما ينفعش لان دي سبيشال كاركتر غير مسموح بيها. علامه الاند ما ينفعش، وهكذا. خلاص، يبقى دي قواعد لازم تخلي بالك منها اثناء اختيار اسم الايه الفاريبل. النصيحه برضو اللي بنقدمها لك في اسماء، حاول تكتب اسم فاريبل يكون معبر، يكون معبر. يعني مثلا هنفترض انا بعمل فاريبل عشان اجمع فيه، سميه اخي الصم. بعمل فاريبل عشان احط فيه الافرج، خليه افرج او اي في جي، اي اسم معبر بحيث اللي يقرا الكود مباشره يفهم. ده بيسموه ريدابل كود. ريدابل يعني كود مرئي، وده من ميزات البروجرامر. البروجرامر اللي بيكتب ريدابل كود ده بيبقى بروجرامر شاطر، خلي بالك من الكلام ده. طيب بالنسبه للجزء الثاني من الفاريبل اللي هو الداتا تايب، الداتا تايب بتاعنا ادي جدول، ده انا حاولت يعني حاولت اجمع لك فيه معظم الداتا تايبس اللي بنستخدمها. يعني طبعا انت عندك الانتجر، ده لو ارقام صحيحه ما فيهاش كسور. طيب افرض رقم صحيح بس صغير شويه، لان الانتجر ده بياخد 4 بايت، 4 بايت يعني 32 بت. 32 بت ده يعني رقم كبير. افرض انا عاوز اوفر في الميموري والارقام اللي انا بستخدمها ارقام صغيره، خلاص ممكن استخدم حاجه ثانيه اسمها شورت. يبقى الانتجر رقم صحيح والشورت رقم صحيح، لكن الشورت مساحته اصغر من الانتجر. في دبل، الدبل 8 بايت، شوف رقم مهول، رقم كبير جدا، 8 بايت رقم كبير، وبيشيل ارقام صحيحه وارقام كمان فيها ايه؟ كسور. انسايند، انسايند ده يا جماعه ده زيه زي الانتجر، بس الميزه اللي فيه ايه؟ ان هو ما بيقبلش غير الارقام الموجبه، ارقام موجبه فقط. انسايند، ساين يعني اشاره. يعني انا لما بكون عاوز اخزن ارقام موجبه فقط، ما ينفعش يكون سالبه، استخدم الايه؟ الانسايند. يعني مثلا بسال عن الايج، العمر، العمر عمره ما يكون فيه سالب، صح؟ فيبقى انا في الحاله دي الافضل ان انا اخليه انسايند. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان اضمن ان الداتا اللي تخزن فيه تكون داتا صحيحه، صح ولا لا؟ طيب الفلوت ده برضو من الارقام، من داتا تايبس اللي بتشيل كسور زي ما اتفقنا عليه. والدبل خلاص احنا قلنا عليه، والكاركتر ده ايه؟ الحرف، ان انا بشيل بخزن فيه حرف، والكاركتر 1 بايت. خلاص السايز بتاعه 1 بايت، 1 بايت يعني كام بت؟ 8 بت، برافو عليك. طيب خليك معايا بقى هنا في بعض الملاحظ بقى الصغيره. اول حاجه احنا قلنا الانسايند يوزد تو ريبريزنت بوزيتيف انتجرز، يبقى انا هستخدم الانسايند عشان اخزن ارقام موجبه. الفلوت والدبل
دول عشان اخزن ريال نمبرز. ريال نمبرز اللي هي ايه بقى؟ برافو عليك، اللي هي الارقام اللي فيها كسور. طيب هنا بقى في فرق بين الفلوت والدبل في ايه؟ غير المساحه. قال لك الفلوت داتا تايب هاز ا بريسيشن اوف 7 ديجيتس. يعني ايه كلمه بريسيشن اوف 7 ديجيتس دي؟ 7 ديجيتس يعني ايه؟ سبع خانات. يعني ايه؟ قال لك this means after the decimal point، بعد النقطه العشريه you can have 7 digits. بعد النقطه العشريه تقدر تخزن سبع كسور. شوف مثال زي ده كده مثلا، شايف او او اللي هو 0 بوينت 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا بعد النقطه العشريه، بعد الديسيمال ده، ديسيمال بوينت دي، اقدر احط سبع ارقام. ده المقصود بقى بالايه؟ بريسيشن اوف 7 ديجيتس. طيب امال الدبل؟ لا، ده الدبل بيشيل بعد النقطه العشريه 15 ديجيتس. شفت؟ رقم كبير، رقم مهول. يبقى انت برضو اثناء كتابه البرنامج لو انت متوقع ان الكسر اللي هتحصل عليه كسر طويل قوي كبير، يبقى انت تستخدم في الحاله دي دبل. كسر معقول يعني حجمه ما لا يتجاوز ال 7 ديجيتس، يبقى انا استخدم في الحاله دي ايه؟ فلوت. شايف هنا الدبل اهو، بعد النقطه العشريه ممكن تخزن 15 رقم بعد الديسيمال بوينت. طبعا يقبل ارقام سالبه عادي، كله هنا بيقبل ارقام سالبه الا مين؟ الا الانسايد. خلاص واضح؟ ماشي يا شباب؟ الكلام ده مهم جدا عشان لما تيجي تشتغل وتعمل البرامج بتاعتك تبقى فاهم انا هستخدم داتا تايب ده ليه؟ هستخدمه عشان عاوز ارقام صحيحه يبقى انتجر، هستخدمه عشان عاوز ارقام فيها كسور يبقى عندي فلوت او دبل. طب الكسر ده يا ترى كبير ولا صغير؟ لا، كسر صغير يبقى فلوت كفايه، كسر كبير يبقى محتاج دبل. صح ولا لا؟ عاوز اخزن ارقام موجبه فقط، يبقى انا اخش على الانساين كده. ليه؟ عشان استثمر او استغل الميموري بتاعتي افضل استغلال. دي برضه من ميزات البروجرامر الشاطر. البروجرامر اللي بيكتب وخلاص ده ويضيع المساحه ده، ده مش شاطر. ده لما يجوا يقيموا الكود بتاعه يقولوا عليه ان الراجل ده مش بيرفكت، الراجل ده يعني بيكتب وخلاص. ماشي؟ تمام. هنا عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا اثناء الكتابه اما يكون عندك رقم زي ده كده. شايف انت ساعات في المعادلات العلميه والكلام ده بيسموها الساينتفك نوتيشن، دي اللي هي ايه؟ المعادلات العلميه او الملاحظات العلميه. ساعات مثلا تلاقي رقم زي ده 1.23 مضروب في 10 اس 5 او 10 تو ذا باور 5. رقم زي ده بنمثله ازاي؟ بنمثله بالكلام ال 10 دي يا جماعه في السي بلس بلس بيحولوها لاي. شايف ال 10 دي بيحولوها اي، ثم الاس يحطه جنبها. يبقى الرقم ده اما عاوز اكتبه في السي بلس بلس، عاوز اكتبه في البرنامج بتاعي، اكتبه ازاي؟ اكتبه كده 1.23 اي اللي هي مكان ال 10، وبعدين ال 5 اللي هو الايه؟ الاس. او اكتبه بالشكل ده 1.23 اي وبعدين بلس 5. بلس 5 دي يعني ايه؟ هو الخمسه برضه بس موجبه، لان انا ممكن اكون عاوز احط رقم سالب زي ده كده مثلا 1 في 10 اس سالب 9، فبقول ايه بقى؟ 1 اي وبعدين سالب 9 او ماينس 9. واضح يا شباب؟ خلاص؟ يبقى دي كل الملاحظات اللي انت عاوز تاخد بالك منها عشان لما تيجي تكتب البرنامج بتاعك يبقى انت عارف ازاي تعمل فاريبل صحيح، تختار الداتا تايب بصح. ماشي؟ خلاص واضح؟ تمام. بعد كده هنتنقل لحاجه مهمه قوي اللي هي اسمها الارثماتيك اوبريشن. الارثماتيك اوبريشن يعني المعاملات الحسابيه. انا عندي حاجات اللي انا عارفها كلها، البلس دي طبعا بتجمع، الماينس سبتراكشن اللي هي الطرح، الضرب اللي هو المالتيبليكيشن بضرب رقم في رقم، او الديفيجن اللي هو الايه؟ برافو عليك الاسم، او المودولس اللي هو بيسموه الريميندر اللي هو خارج او باقي القسمه. باقي القسمه. طيب هنا العمليات الرياضيه السهله دي، ده كلام معروف. اللي عاوزين نلفت نظرك ليه ايه بقى؟ ان في حاجه اسمها اكسبريشن. اكسبريشن يعني ايه؟ يعني مثلا اكسبريشن يعني تعبير رياضي او جمله رياضيه. يعني ايه؟ بص مثلا لو انا عاوز اضرب الاي في البي زائد السي، فاهم انا عاوز اعمل ايه؟ عندي فاريبل اسمه ايه؟ عاوز اضربه في حاصل جمع البي زائد السي، ده بيسموه اكسبريشن.
فبنعمله ازاي؟ بنكتبه ازاي؟ باجي البي والسي دول ادام هم هيتجمعوا الاول، فبروح حاططهم بين ايه؟ قوسين. شايف؟ احطهم بين قوسين الاول، فكاني بقول للسي بلس بلس ايه؟ اجمع دول الاول والناتج منهم اضربه في الايه؟ واضح؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ اهو ده اللي بيسموه الاكسبريشن بقى. يبقى انا بستخدم الاقواس في حاله اما يكون عندي عمليه حسابيه عاوزها تخلص الاول، ثم اخد الناتج بتاعها استخدمه في حاجه ثانيه. واضح ولا لا يا شباب؟ ها؟ طيب انا هعمل لك مثال بالكلام ده دلوقتي. هنا مثلا الاكس تربيع، لو انا عندي اكس تربيع، اكس تكعيب، مفيش، ما بعرفش اكتب في السي بلس بلس اكس تربيع، ما فيش حاجه تكتبها لي. فبنعبر عنها ازاي؟ الاكس تربيع ده عباره عن ايه؟ الاكس مضروبه في الاكس. صح ولا لا؟ مش ده اللي انت بتعمله؟ الاكس تكعيب عباره عن ايه؟ اكس مضروبه في اكس مضروبه في اكس. اكس اس 4 عباره عن ايه؟ اكس في اكس في اكس في اكس وهكذا. يبقى انت الاس تربيع ده او اس تكعيب او بنعبر عنه باننا بنعمل بالشكل ده، بنكتبها بالشكل ده. ماشي؟ طيب تعال بص انا وانت هنا كده، انا هفترض دلوقتي ان انا عندي الاي والجي والكي كمان بيساوي 7 مثلا يعني، وعاوز انا اجيب المتوسط بتاع الثلاث ارقام دول، عاوز اجيب المتوسط، فانا محتاج افريج، فانا هخلي الافريج ده فلوت لان ممكن يكون رقم في كسر، فانا هقول افريج. انا عاوز اقول بقى الافريج، انت عارف طبعا الافريج بيتحسب ازاي؟ بتحسب ازاي؟ حاصل جمع الارقام على عددهم، يبقى متوسط الارقام دي هيتحسب ازاي؟ برافو عليك. هقول الاي او زائد الجي زائد الكي، الناتج من دول عاوز اقسمه على عددهم، هم كام فاريبل؟ 3، واحط الناتج في الفاريبل اللي انا محضره اللي اسمه ايه؟ افريج. ده واضح ولا مش واضح؟ شفت بقى ادي اللي بقول لك عليه، انا عاوز احسب الاي والجي والكي مع بعض الاول، ثم حاصل جمعهم اقسمه على الثلاثة او على الكاونت. هو ده بيسموه اكسبريشن. الميزه هنا اللي اتعلمتها دلوقتي وهركز عليها كمان شويه كمان، ان انا اما اكون عاوز ادي حاجه بريوريتي في التنفيذ، يعني ايه بريوريتي؟ انت خدتها اكيد، بريوريتي يعني كلمه يعني اولويه. يبقى انا لو عاوز السي بلس بلس او عاوز الكومبايلر بتاعي، خلي بالك الكلام اللي بقوله ده مش مرتبط بالسي بلس بلس بس، ده اي لغه برمجه كده. يبقى انا لو عاوز الكومبايلر بتاعي يبدا بتنفيذ معادله معينه او جزء معين من الاكسبريشن، احطه بين اقواس. يبقى انت لما حطيته بين اقواس اديته بريوريتي في التنفيذ، اديته اولويه في التنفيذ، فيقوم بتنفيذه الاول ثم يكمل بقيه المعادله. فده اللي احنا عملناه. خلاص يا شباب؟ تمام؟ تمام. هنا بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 اسمها Precedence of Arithmetic Operation. يعني ايه؟ يا جماعة لو انا عندي Expression او معادلة رياضية طويلة شوية فيها اكثر من Operator، فيها بلس وماينس وقسمة وضرب واقواس، الكمبايلر لما يجي ينفذ المعادلة دي هينفذها ازاي؟ هنا في قواعد بتحكم الكومبايلر في التنفيذ، اللي هي بقى بيقول عليها ايه؟ البريزيدنسي. الاولويه في التنفيذ لاني اوبريتور؟ اما اجي انفذ المعادله انفذها ازاي؟ هنا ادي القواعد اللي الكومبايلر بيمشي عليها. اول اولويه للاقواس، زي ما انا كنت لسه بقول لحضرتك دلوقتي، الاقواس بتدي بريوريتي عاليه، تخليك اول شيء يتنفذ هو اللي ما بين الاقواس. يبقى اول حاجه في الاكسبريشن هتتنفذ هو اللي بين الاقواس، ثم علامه الضرب او عمليه الضرب او القسمه او المودلس. ماشي؟ يبقى انت لو عندك اكسبريشن في اقواس ثم بعد كده في ضرب وقسمه ومودلس، يبقى دول اللي هيتنفذوا بعد ما اللي بين الاقواس ايه؟ يتنفذ. ماشي؟ طيب
وبعد كده البلس والماينس. البلس والماينس برضو على نفس البريوريتي. طيب السؤال، افرض في مثلا المعادلة فيها ضرب وكمان اسمه، هينفذ الضرب الاول ولا الاسم الاول؟ حسب كتابتك انت بينفذ هو من الشمال لليمين. يبقى هو ماشي بينفذ كده قابل عملية ضرب هيعملها الاول وبعدين يعمل عملية الاسم. لا ده قابل الاسم الاول يبقى هيعملها الاول وبعدين الضرب. يبقى في حالة وجود اكثر من اوبريتور لهم نفس البريوريتي او على نفس الليفل هينفذ من الشمال لليمين. واضح ولا مش واضح؟ نفس الكلام قابل البلس او الماينس، المعادلة فيها بلس وكمان فيها ماينس، هينفذ اي الاول من الشمال لليمين؟ لو قابل البلس الاول هينفذ الاول ثم يقابل او ثم ينفذ الايه الماينس. نفس الكلام لو الماينس هي الاول يبقى هيبدا من الشمال ينفذ الماينس ثم البلس وهكذا. واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ خلي بالكم. طيب تعالوا نشوف مثال للكلام ده. مثال زي ده مثلا، ركز معايا بقى واحده واحده. معادله زي دي هنا بيقول لك الواي بتساوي الاثنين مضروبه في الخمسه مضروبه في الخمسه زائد 3 في 5 زائد 7. طبعا دي معادله فيها اكثر من اوبريتور، فيها بلس وفيها ملتيبليكيشن. هينفذ ازاي؟ حسب الجدول ده انا عندي عمليه الضرب ليها اولويه في التنفيذ على عمليه الجمع، صح؟ طيب يعني هيعمل ايه؟ برافو عليك، هيخلص الضرب الاول. طيب السؤال، انا عندي هنا ضرب وهنا ضرب وهنا ضرب، هيعمل اني الاول؟ برافو عليك، من الشمال لليمين، صح؟ شوف هيبقى ايه؟ قال لك اول حاجه همسك الاثنين في الخمسه، ادي اول عمليه ضرب قابلتني، يبقى قيمتهم كام؟ ب 10، فهعوض عن الاثنين في الخمسه دول كاني هشطبهم كده، واروح كاتب هنا مكانهم كام؟ 10، يبقى اصبحت 10 اهي 10 المكان دي في 5 زائد 3 في 5 زائد 3. طيب هيجي من الشمال لليمين، هيقابل عملية ضرب 10 في 5، يبقى 10 في 5 بكام؟ ب 50، برافو عليك، هينزل 50 زائد 3 مضروبة في 5 زائد 7. طب دلوقتي هنا عندنا بلس وضرب، هيبدأ بأني؟ برضه صح، بالضرب، عملية الضرب، راح داخل على الضرب، قال لك ال 3 في 5 أدي عملية الضرب بكام؟ ب 15، فراح جايب ال 3 في 5 ب 15، يبقى أصبح المعادلة إزاي دلوقتي؟ بقت 50 اهي بتنزل زائد ال 3 في 5 شالها وعوض عنها بال 15 زائد 7. دلوقتي بقوا كلهم جمع، جمع يعني ايه؟ يعني بنفس البريورتي، كلهم نفس الاولويه نفس الليفل، هينفذ من الشمال، يبقى 50 زائد 15 بقوا بكام؟ ب 65 زائد 7 وهكذا، فاصبحت 72. شفت المثال ده؟ اهو ده مثال بسيط لكن برضه ادى الغرض. دلوقتي في عمليه اكتر من اوبريتور، فنعمل ايه؟ بنحكم قواعد البريزيدنس او قواعد الاولويه في التنفيذ، ثم بعد كده لو هم الاوبريتورز كلهم على نفس الليفل يبقى بنلتزم بالتنفيذ من الشمال لليمين. تعال نحل بعض الامثله كده مع بعضنا عشان نثبت الفكره دي في مخنا. مثلا يعني مثال زي اللي قدامنا ده، 1 زائد 2 ضرب بين قوسين 3 زائد 4. تعالى نكتب المثال ده ونحله انا وانت. ادي واحد، اهو المثال اهو، 1 زائد 2 ضرب 3، ها ضرب 3 في كام؟ زائد 4 اهو. انا لو احل المثال ده احله ازاي؟ انا مش هخترع، خلي بالك، أنا همشي مع القواعد اللي قرناها في الجدول. أدي الجدول، الجدول بيقول إن الأولوية لمين؟ للي بين الأقواس. يبقى أنا لو رجعت كده يبقى أنا الثلاثة زائد أربعة اللي بين الأقواس دول هنفذهم الأول. طيب الثلاثة زائد أربعة اللي بين الأقواس دول مجموعهم كام؟ 7. طيب 7، وأدي بقية المسألة. بقى أصبح عندي مين؟ الأوبريتورز اللي عندي مين؟ عندي البلس وعندي الملتبلاي. مين اللي الاولويه؟ برافو عليك، حسب الجدول اهو، الجدول اهو
حسب الجدول بيقول ان المالتيبليكيشن او الضرب ليها اولويه في التنفيذ عن الجمع، يبقى انا هنفذ اني، برافو عليك، هنفذ عمليه الضرب الاول. ادي 2 في 7 ب 14، يبقى انا اخد ال 2 في 7 دول ادي قيمتهم 14 زائد 1، خلاص ما بقاش عندي لعمليه الجمع، يبقى في الاخر دي بتساوي كام؟ 15. واضحه دي يا جماعه؟ شفت بقى الطريقه بتاعت التنفيذ؟ طيب تعال ناخد المثال تاني اهو، مثال زي ده مثلا، 5 في 2 زائد 9 مودولس 4 اهو، انا هكتب المثال ونحله مع بعض. 5 في 2 زائد 9 مودولس 4 واحده واحده. احنا قلنا برضو هنمشي فين؟ الله ينور عليك، تبع الجدول بتاع البريزيدنس اللي عندي. ادي الجدول اللي عندي، جدول بيقول ان الملتبلاي والمودولس او الريميندر الاثنين في نفس الليفل، وبيسبقوا الليفل بتاع مين؟ البلس. يبقى انت لو عندك عمليه فيها ضرب او مودولس المفروض تسبق في التنفيذ مين؟ البلس. طيب السؤال دلوقتي، انا عندي في المساله بتاعتي ضرب ومودولس، انفذ اني؟ برضو الجدول قايل لك اما يكون في الاثنين موجودين يبقى ابدا منين؟ من الشمال. شوف ابدا ايفالويتد ليفت تو رايت، ابدا من الشمال. يبقى اما اجي احل المساله دي مع حضرتك هنعمل ايه؟ اول حاجه من الشمال، يبقى الضرب قابلنا الاول، يبقى 5 في 2 اقول ب 10 زائد العملية الثانية اللي هي 9 مودولس 4، باقي القسم 9 على 4 كام؟ 9 على 4 يعني فيها الاثنين وبقى واحد، صح؟ 2 في 4 8 يبقى بقى واحد. برافو عليك، بقى عندك عملية جمع يبقى بيساوي كام في الآخر؟ بتساوي 11. واضحة دي ولا ماشي؟ تعالى نشوف مثال كمان. أنا عاوز أعرفك إن كل الأمور سهلة، أدام عرفت القاعدة خلاص هتمشي. طيب مثال زي ده، 5 مضروبة في الاثنين مودولس 7 ناقص 4، تعال نجرب. 5 مضروبة في 2 اهو انا هكتبها قدام حضرتك، 5 مضروبة في 2 الكلام ده مودولس 7 ناقص 4. خلاص بقى انت اكيد حفظت، انت قلت ده في حاجات بين الاقواس، صح؟ بين الاقواس هتنفذ الاول، برافو عليك. 7 ناقص 4 بكام؟ 3. المودولس تنزل اهي، وبعدين ال 5 في 2. دلوقتي انا محتار ولا محتار ولا حاجه؟ انا عارف ان مش محتار ولا حاجه. ايه اللي عندك مشكله؟ خلاص انا دلوقتي عندي ضرب وعندي مودولس، يا ترى اعمل انهي الاول؟ احنا اتفقنا ادام الاثنين في نفس الليفل هتاخد من الشمال لليمين، يبقى هاخد الشمال الاول، يعني 10، 5 في 2 ب 10، صح؟ اهو الكلام ده مودولس الثلاثة. طيب 10 مودولس 3 بكام؟ ال 10 على 3 فيها ال 3 وبقى كام؟ 1، يبقى الناتج بتاع العمليه دي كله كام؟ 1. واضح يا شباب؟ يبقى دي بمنتهى البساطه ما يسمى بالبريسيدنس اوف اريثماتيك اوبريشنز. دي الطريقه اللي الكومبايلر بيعتمدها في تنفيذ الاريثماتيك اوبريشنز، او لو عندي اريثماتيك اكسبريشن او تعبير رياضي كبير شويه، دي الطريقه اللي الكومبايلر بيعتمدها في التنفيذ. انا بقول لك ليه الكلام ده؟ عشان انت شخصيا المفروض بقى اما تيجي تكتب تعبير رياضي تراعي الحاجات دي. شوف انت وانت بتكتب قصدك مين اللي يتنفذ الاول؟ قصدك مين اللي ياخد اولويه في التنفيذ؟ على هذا الاساس تبدا ترسم بالشكل اللي الكومبايلر هينفذ بيه. واضح يا شباب؟ تمام. ننتقل بعد كده بقى للكلام عن موضوع مهم جدا جدا جدا، خلي بالك بقى الحته دي عشان فيها شويه تركيز صغير. هنا بيتكلم عن الداتا تايب اوف ان اريثماتيك اكسبريشن، يعني ايه؟ يعني انا لو معدي معادله رياضيه، عندي معادله، عندي اكسبريشن رياضي، تعبير رياضي، ومشترك فيه اكتر من فاريبل، كل واحد من داتا تايب مختلف، الناتج يا ترى بتاع المعادله الرياضيه دي هيبقى نوعه ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا عندي انتجر فاريبل بجمعه على فلوت فاريبل، الناتج يا ترى هيبقى انتجر ولا فلوت؟ طب عندي فلوت ودبل، الناتج يا ترى هيبقى دبل ولا فلوت؟ هيبقى ايه؟ كده. فاحنا هنا عندي ثلاث قوانين هيريحوني خالص.
اول حاجه if all operands are integer يبقى الناتج انتجر. الاوبرند يعني ايه؟ انت عارف حضرتك البلس دي مثلا دي ده اوبريتور. الاي والبي دول بيطلق عليهم اوبرندز. خلاص؟ فهو بيقول لي ايه؟ لو الاوبرندز دول كلهم انتجر يبقى الناتج انتجر. مثلا كده مثلا يعني هنا عندي انتجر اي وبي، عندي فاريبل اسمه اي نوعه انتجر وفاريبل اسمه بي نوعه انتجر. فانا لما اجمع اي زائد بي يبقى الناتج ايه؟ اكيد انتجر. ماشي؟ ادي اول حاجه. طيب عندي if at least one operand is float and there is no double. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي على الاقل one operand نوعه float ومفيش operand تاني نوعه double يبقى اكيد الناتج float. يعني مثال صغير، هنا عندي integer a وفلوت b، يبقى الـ A انتجر والـ B ده فلوت. أما أجمع الـ A زائد الـ B يبقى الناتج إيه؟ فلوت. برافو عليك. طب افرض بقى دخلت معاهم الدبل على الخط زي هنا، عندي انتجر A وفلوت B ودبل C، يبقى الـ variable اسمه C ده نوعه دبل، الـ variable اسمه B نوعه فلوت، والـ variable اسمه A نوعه انتجر. لو حطيتهم في معادلة يبقى الناتج إيه؟ دبل. خدت بالك؟ ماشي؟ عارف بالبلدي كده يا جماعة الناتج هيبقى للنوع الكبير. الفلوت أكبر ولا الدبل؟ لا الدبل، يبقى الدبل يكسب. الفلوت أكبر ولا الانتجر؟ لا الفلوت، لأنه بيشيل أرقام صحيحة وكسور، يبقى الفلوت يكسب. صح ولا لا؟ خلاص؟ أدي القاعدة بمنتهى البساطة. ماشي؟ طيب تعالى نشوف الامثله دي، هي برضه تسهل علينا. انت بقى خمن معايا كده، انتجر بضربه في انتجر يبقى الناتج ايه؟ ها؟ انتجر، صح؟ طيب انتجر بجمعه على فلوت يبقى الناتج فلوت، صح؟ انتجر زائد دبل على فلوت، هنا دخل دبل دبل في الخط اهو، يبقى ايه؟ ها؟ دبل الناتج، صح؟ طيب انتجر والدبل لوحدهم مفيش فلوت معاهم، برضه يبقى ايه؟ دبل. خلاص واضحه دي؟ ده كلام بسيط خالص، بس لازم تكون عارف لانه هيفرق معاك كتير في الريزلتس بتاعتك في بتاعت العمليه الحسابيه. ها؟ طيب هنا في حاجه مهمه جدا 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 عاوز تاخد بالك منها. انت عارف انت لو بتحاول تخزن مثلا فلوت في انتجر يحصل ايه؟ هياخد الرقم الصحيح فقط. هياخد الرقم الصحيح فقط. شايف؟ يعني مثلا لو الناتج بتاع الافرج دي عمليه ال100 لو قسمتها على الست على السته، ال100 مقسمها على السته هيطلع رقم ها 16.6667. لكن لو انا الافرج ده نوعه انتجر هيحصل ايه؟ هتلاقي اللي يتخزن في الافرج الرقم الصحيح فقط، والكسر ده يتحذف. خلي بالك، ركز، عشان دي هتفرق معاك كتير جدا، هتفرق معاك كتير جدا في النتائج بتاعتك، وتلاقي النتائج بتاعتك طالعه غلط وتستغرب ليه. هتلاقيك عامل حاجه زي كده، انت قسمت فلوت على فلوت وحطيت الناتج في انتجر، هيحصل ايه؟ الكومبايلر مش هيعترض على فكره ولا هيقول لك حاجه، لكن هيعمل ايه؟ هيحذف لك الكسر ويخزن الرقم الصحيح فقط فين؟ في الافريج. تعالى جربها لك دي، هتلاقيها بص انا هنا مثلا هعمل انتجر هعمل فلوت سم زي السلايد بالظبط بيساوي 100 مثلا او 100.0 ماشي، وعندي فاريبل تاني اسمه كاونت نوع فلوت برضو واحط فيه الست. ماشي؟ طيب هنا انا عاوز خليها 6.0 ولا دي مش فارقه قوي، بس انا بكتبها كده عشان يبقى شكلها فلوت يعني. وعاوز بقى اعمل فاريبل اسمه افريج، افريج ده هيساوي الصم مقسوم على الكاونت. ماشي؟ وعاوز اقطع الافريج ده، فانا هسي اوت افريج واسيب سطر بعديها عشان تبقى الامور سهله في العرض.
ماشي. تعالى تخمن الافرج دي هتطلع كام دلوقتي. انا بص انا ممكن اعمل حاجه ظريفه قوي عشان نطمن انا وانت. اجيب لك الكالكوليتر اهو، 100 على 6 يساوي اهو، ده الرقم اللي هيساويه 100 على 6 16 بوينت كذا 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 كذا. طيب خلينا نجرب هنا نشوف البرنامج بتاعنا هيطلعها ازاي. اقول كنترول اف 5 اهو، طلعت كام؟ 16. مع ان الكالكوليتر هنا كنا مطلعينها في كام؟ ايه اللي حصل؟ برافو عليك، اديك انت استنتجت اهو. لان احنا اي نعم احنا بنقسم فلوت على فلوت، لكن خزننا الناتج فين؟ في انتجر، وبالتالي هيحصل ايه؟ برافو عليك، هيحصل حذف للكسر، الكسر كله هيتحذف وهيتخزن في الانتجر ده الرقم اللي ايه؟ الصحيح فقط. لو عاوز الناتج يطلع صح هتخليها مثلا فلوت، صح؟ فلو انا عملت كنترول اف 5 دلوقتي اهو، طلع الناتج كام؟ اهو 16 بوينت كذا كذا كذا، زي اللي موجود في الاله الحاسب. ماشي؟ يبقى انا الملحوظه اللي عاوز تاخد بالك منها هنا، لو انت هتعمل عمليه حسابيه داخل فيها اكثر من داتا تايب وهتحط الناتج في فاريبل، يبقى لازم يكون الفاريبل ده من نفس النوع بتاع اكبر داتا تايب مشترك فين؟ في العمليه دي. ماشي؟ خلاص واضحه دي؟ تمام. الكلام ده بقى بياخدنا لحاجه اسمها التايب كاستنج. التايب كاستنج ده معناه ايه يا جماعه؟ اللي هو التحويل من داتا تايب لداتا تايب اخر. عاوز احول داتا تايب لداتا تايب اخر. يعني مثلا انتجر عاوز احوله فلوت، او فلوت عاوز احوله انتجر. ده ما يسمى بالتايب كاستنج. انا عاوزك تاخد بالك بس، شوف ركز معايا هنا. المثال ده الاي بتساوي 5 والجي بتساوي 3. عندي فاريبل اسمه ديف نوعه ايه؟ فلوت. الديف ده بيساوي الاي على الجي. طيب الاي على الجي اللي هي الخمسة على التلاتة تطلع بكام؟ تطلع بواحد بوينت كذا، صح؟ خمسة على تلاتة واحد بوينت كذا. طيب تفتكر الديف اللي هيتخز الديف ده هيبقى قيمته كام؟ هيبقى واحد بس. قال لا ليه؟ ما هو انا عاملينه فلوت اهو. انت عامله فلوت، لكن كل الاوبرانز ايه؟ انتجر. يا سلام، مش لسه قايل لك القاعده؟ لو كل الاوبرانز، لو كل الحدود بتاعت العمليه الحسابيه انتجر، يبقى الناتج ايه؟ انتجر، وبالتالي طلع الناتج واحد. صح ولا لا؟ شايف؟ هنا لو انا عندي انتجر اي ده بيساوي 5 وانتجر جي بيساوي 3، يبقى كده الاثنين فاريبل دول ايه؟ ها؟ انتجر. طيب عندي فلوت ديف، ديف ده انا قلت بيساوي الاي على الجي. لو جيت طبعت الديف هنا هيطبع كام؟ اهو تعال نجرب نشوف. كنترول اف 5 طبع كام؟ 1. الله، مع ان المفروض يكون 1 بوينت كذا، صح؟ ليه؟ لان كل الاوبرانز هنا انتجر، يبقى ادام انتجر وانتجر الناتج بتاعهم ايه؟ انتجر. طب الحل ايه؟ الحل ايه عشان اعمل والناتج هنا يطلع صح؟ يبقى انا عشان اطلع الناتج فلوت لازم يكون ايه؟ ارجع للقاعده كده، عشان اطلع الناتج فلوت لازم يكون على الاقل 1 اوبرانز فلوت. طب انا عاوز اخلي الاي ده فلوت بدل ما هو انتجر، اعمل ايه؟ ادي الكاستنج بقى. بص هاجي قبليه واكتب نوع الداتا تايب اللي عاوز احول ليه، انا عاوز احوله لفلوت. بص كده هيحصل ايه بقى؟ شفت الناتج بقى ازاي دلوقتي؟ 1.6. ليه؟ لان دلوقتي القاعده الثانيه اتنفذت، ادام على الاقل حد واحد او اوبرند واحد فلوت، يبقى الناتج كله هيبقى ايه؟ ها؟ برافو عليك، فلوت. يبقى ده ما يسمى بالتايب كاستنج. تايب كاستنج تحويل الداتا تايب بتاع فاريبل لداتا تايب اخر. بيتم ازاي؟ باجي قدام الفاريبل وافتح قوسين
واكتب الداتا تايب المراد ان انا احول اليه. ماشي يا شباب؟ خلاص واضح. الحته دي مهمه جدا، خلي بالك خلي بالك والله، في الامتحانات بتتفاجئ بيها، وبيجيبها لك في الاختياري ويقول لك الناتج بتاع دي هيبقى كام، فتخلي بالك من الحته دي. شفت القواعد بقى اللي قلناها مهمه ازاي؟ تمام. بعد ما تعرفنا على الاريثماتيك اوبريتورز العاديه، عرفنا البلس والماينس والديفيجن والمالتيبليكيشن و و و، وعرفنا ازاي كمان نعمل اريثماتيك اكسبريشن، خلينا بقى نتعرف على اثنين اوبريتورز مهمين جدا 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 وكثير الاستخدام في البرمجه، اللي هو الانكريمنت اوبريتور والديكريمنت اوبريتورز. اولا كلمه انكريمنت معناها زياده، ديكريمنت معناها نقصان. طيب الانكريمنت اوبريتور بيرمز له بالرمز بلس بلس، وده بيستخدم في حاله اللي انا عاوز اما اكون عاوز ازود الفاليو بتاعت فاريبل معين بواحد. لو قريت كده يقول لك ده انكريمنت يعني بيزود الفاريبل باي 1. يعني مثلا لو عندي فاريبل اسمه اي، اي ده قيمته 5، انا عاوز اخلي اي بتساوي 6، فانا كنت بالطبيعي بكتب ايه؟ اقول الاي بتساوي الاي بلس 1، صح؟ ممكن اختصر الاي بلس 1 دي واكتب بلس بلس جنب اسم الفاريبل وخلاص. تمام؟ الديكريمنت اوبريتور على العكس بيرمز له بالرمز ماينس ماينس، وبيستخدم عشان لو عاوز انقص من الفاليو بتاعت اي فاريبل واحد. يعني مثلا لو الاي بتساوي 5 وانا عاوز اقللها، بدل ما هي 5 خليها بتساوي 4، فكنت هعمل ايه في الطبيعي؟ اقول الاي بتساوي الاي ماينس 1، صح؟ ممكن اوفر الكتابه بتاعت الاي ماينس 1 دي واروح كاتب ايه؟ ماينس ماينس، واكتب اسم الايه؟ الفاريبل وخلاص. ماشي؟ طيب خلي بالك بقى، الانكريمنت اوبريتور ليه صورتين. ممكن يكون قبل الفاريبل، وفي الحاله دي بيطلق عليه بري انكريمنت. كلمه بري دايما يا شباب معناها قبل. يبقى لو حطيت البلس بلس قبل الفاريبل يبقى اسمها ايه؟ بري انكريمنت. لو حطيت البلس بلس بعد الفاريبل بيسموها بوست انكريمنت. كلمه بوست دايما يعني بعد، حتى انت تلاقي دايما يقول لك ايه؟ بري جراديويت ستاديز، معناها ايه؟ الدراسات اللي هي قبل التخرج. بوست جراديويت ستاديز معناها ايه؟ الدراسات العليا او الدراسات اللي هي بعد التخرج. نفس الكلام في الديكريمنت اوبريتور، ممكن احطه قبل اسم الفاريبل وفي الحاله دي يبقى اسمه بري ديكريمنت، او احطه بعد اسم الفاريبل وفي الحاله دي يبقى اسمه ايه؟ بوست ديكريمنت. تعال شوف هنا المثال ده كده. اما بقول بلس بلس كي او اقول كي بلس بلس، دي كاني بقول ايه؟ الكي ايكوال كي بلس 1، كاني قلت الجمله دي. لو انا قلت ماينس ماينس كي او كي ماينس ماينس، كاني قلت الكي ايكوال كي ماينس 1. واضح؟ يعني انت لو جيت في البرمجه هنا في البرنامج ده قلت انتجر مثلا اكس، وقلنا اكس ده خلينا ندينه قيمه ابتدائيه ايكوال اكس ده بتساوي 5 اهو، ورحت انا جيت قلت كده الاكس بلس بلس، دي معناها ايه؟ برافو عليك، معناها ان انا زودت الاكس بواحد. لو انا عملت سي اوت دلوقتي للاكس اهو، ودست كنترول اف 5 كده عشان انفذ الكود، هيطلع الناتج كام؟ اهو 6، صح؟ يبقى هنا اما الاكس بلس بلس عملت كاني بالظبط كتبت كده، الاكس بلس بلس بالنسبه لي كاني بالظبط كتبت كده، قلت الاكس بتساوي الاكس زائد ايه؟ 1. بس طبعا دي طريقه مختصره وافضل شويه. طيب انت قلت لي ان في بوست انكريمنت وبري انكريمنت، هل هتفرق هنا؟ لا هنا ما تفرقش. خلي بالك لو الاكس دي لوحدها هي اللي في السطر كده مش داخله ضمن اكسبريشن، ما تفرقش كتبت قبل او بعد. ماشي؟ خلي بالك، يبقى لو الاكس او الفاريبل اللي انت هتعمل عليه عمليه الانكريمنت لوحده دون دخوله في اكسبريشن، يبقى مش هتفرقش معاك ان كنت حاطط بلس بلس قبل او بعد، ان كان بوست او ايه او بري. ماشي؟ طيب خلينا نجرب كده البري، للاسف الديكريمنت، ادي الاكس ماينس ماينس، يبقى انا كده المفروض يطبق لي كام؟ ها؟
4. برافو عليك، لان انا كاني قلت الاكس بتساوي الاكس ماينس 1، شايف هنا 4 ماشي واضح. طيب خليني نرجع بقى للسلايدز عشان نشوف. طب امال ايه؟ لا هنا بقى خلي بالك، في حاله ان البلس بلس اوبريتور او الماينس ماينس اوبريتور كانت داخله ضمن اكسبريشن هيفرق الوضع بقى. يعني ازاي هيفرق؟ ركز كده. هنا بيقول لك وين البلس بلس اور الماينس ماينس از يوزد بيفور ذا فاريبل نيم، لو كانوا موجودين قبل الفاريبل نيم معناها ايه بقى؟ اللي هم بري انكريمنت او بري ديكريمنت. ذا كمبيوتر فيرست انكريمنتس اور ديكريمنتس ذا فاليو اوف ذا فاريبل. يعني هيعمل عمليه الزياده او عمليه النقصان بتاعت الفاريبل and then uses its new value to evaluate the expression. يعني ايه الكلام المكلكع ده؟ ولا مكلكع ولا حاجه، الموضوع بمنتهى البساطه. لو الفاريبل اللي انت بتستخدم معاه الاوبريتور مثلا بتاع البلس بلس داخل ضمن اكسبريشن، داخل ضمن معادله رياضيه، داخل جمله ضمن جمله، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكمبيوتر هيعمل ايه؟ هيزود الفاريبل الاول بواحد ثم يستخدم القيمه الجديده في حساب بقيه الاكسبريشن. خدت بالك؟ ركز معايا كده، بص هنا الكلام ده بايدينا. انا عندي الاكس بتساوي 5، طيب وعندي انتجر اي مثلا او واي بتساوي 10. خلاص شوف انا هعمل ايه بقى دلوقتي، خليك معايا. شوف انا هعمل ايه، انا عاوز اعمل سي اوت ل بلس بلس اكس زائد واي. تفتكر الجمله دي تطبع كام؟ حسب الكلام اللي احنا قرناه دلوقتي البلس بلس جت قبل الفاريبل. يعني هيحصل ايه؟ يبقى الكمبيوتر هيزود الفاريبل الاول بواحد ثم يكمل حساب الايه؟ الاكسبريشن. يبقى هنا الاكس بكام؟ 5، هتبقى بعد الجمله دي ب6، يبقى 6 زائد واي اللي هي 10 يبقى كام؟ 16. تعال نجرب كده نطبعها عشان نشوفها قدامك اهو. بص كنترول اف 5 اهو، شوف طبع كام؟ ها 16. ليه؟ لان البلس بلس جت في الاول، يبقى هتزيد الاول الاكس ثم يتم الحساب. طيب خلينا نجرب بقى العكس اهو، الاكس بلس بلس وبعدين بلس واي، تعال نشوف كده هيطبع كام. ها طبع كام؟ طبع كام؟ 15. ليه بقى؟ ايوه برافو عليك، لان البلس بلس جت بعد الفاريبل، يبقى هنا بوست انكريمنت. طب هيحصل ايه؟ لا هيستخدم الفاليو الاصليه في حساب الاكسبريشن ثم بعد كده يزود الايه؟ الفاريبل. يعني انا لو جيت طبعت دلوقتي هنا سي اوت للاكس تطبع كام الاكس؟ اهو بص لو جيت زودت هنا طبعت الاكس هنا، تعالى بص كده ركز اهو طبع. بص الاكسبريشن الاولاني اللي هو سي اوت الاكس بلس 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 واي ده طبع كام؟ 15 زي ما احنا متفقين. لكن بعد ما تمت السي اوت دي الاكس قيمته زادت، بقت قيمه اكس زائد 1، يعني بقت كام؟ 6. عشان كده لما جه ينفذ الجمله بتاعت الطباعه الثانيه طبع لك ان الاكس قيمتها كام؟ 6. واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ خلاص ماشي. يبقى انا اما ارجع للسلايدز تاني اهو، اما بيقول لي اما يكون بقى البلس بلس او الماينس ماينس از يوزد افتر ذا فاريبل نيم، معناها كده ايه؟ بوست. يبقى ذا كمبيوتر يوزز ذا كارنت فاليو، يبقى الكمبيوتر لما يجي يحسب الاكسبريشن ده هيحسب الاول باستخدام القيمه الاصليه دون زياده او نقصان تو ايفالويت ذا اكسبريشن، عشان يحسب قيمه الاكسبريشن اند ذن وبعديها بقى يزود او ينقص الايه؟ الفاريبل. ماشي؟ خلينا ناخد بعض الامثله كده نجرب نفسنا فيها، ماشي؟ انا بركز على الموضوع ده ليه؟ لانه مهم وبتكتب البرامج للاسف ساعات بتغلط فيها وساعات لما بتيجي في الاختبارات ما بتحلهاش كويس. ركز معايا، مثلا انا هفترض انا وانت اهو اللي انا عندي الاكس بخمس، ده انتجر اكس بخمسه. ماشي؟ وجيت انا
عملت كده قلت لك سي اوت اكس بلس 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 واي، وعندنا الواي ده فاريبل ب 10، هتطبع كام؟ الاكس كده دي تطبع كام تفتكر؟ ها واحده واحده، البلس بلس جت قبل ولا بعد؟ برافو عليك، لا جت بعد الاكس، يبقى ولا كاني شايفها صح؟ الاكس بكام؟ بخمسه. طيب وبعدين الواي بكام؟ ها ب 10، يبقى 5 و10 كام؟ 15، يبقى انت هتطبع هنا في الاكس هتطبع قيمتها كام؟ 15، برافو عليك. طيب هفترض ان الجمله دي انا قلت لك سي اوت ماينس ماينس اكس بلس واي، تطبع كام؟ واحده واحده، الماينس ماينس جت قبل ولا بعد؟ لا برافو عليك جت قبل، قبل يبقى هنفذها او هنقص منها قبل ما انفذ الجمله صح. الاكس بكام؟ بخمسه، اهو الاكس بخمسه. طيب يبقى انت هتنقص من الخمسه واحد، يبقى دلوقتي اربعه، اربعه زائد واي اللي هي كام؟ بكام الواي؟ ب 10، برافو عليك. يبقى احنا هننتج عندنا كام؟ ها صح كده، هننتج عندنا 14 صح؟ طيب لو خليت هنا كده قلت سي اوت ماينس ماينس اكس بلس واي بلس بلس، ايه التعقيد ده؟ ولا تعقيد ولا حاجه يا راجل، ده كلام صغير. اولا انت عندك واي بلس بلس، البلس بلس دي خلينا نمشي من الشمال، الماينس ماينس اكس، الماينس ماينس جت قبل الاكس، اه يعني ايه؟ يعني هنقصها قبل ما ننفذ الجمله. الاكس كانت بكام؟ بخمسه، يبقى بعد الحركه دي هتبقى باربعه، هحسبها على انها باربعه. زائد الواي بلس بلس، البلس بلس اللي جنب الواي دي جت امتى؟ جت بعد الواي ولا كاني شايفها صح؟ يبقى الواي هتفضل زي ما هي ب 10، يبقى انا هطبع هنا في الاخر كام؟ 14، برافو عليك صح. طيب خليني بقى اعقدها شويه صغيرين، لو قلت سي اوت ماينس ماينس اكس ماينس 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 واي بيطلع كام؟ ايه الصعوبه دي؟ ولا صعوبه ولا حاجه يا راجل، ركز شويه اهو، ماينس ماينس اكس، اه الماينس جت قبل الاكس، يبقى هنفذها الاول او هنقص الاول قبل ما انفذ الجمله، هنقص الاول لان هي جت في الاول زي ما اتفقنا. طيب الاكس بخمسه بعد الجمله دي، يبقى دي كلها باربعه، وبعدين ماينس الواي ماينس ماينس، الماينس ماينس جت قبل الواي، اسف الماينس ماينس جت قبل ايه؟ قبل الواي صح؟ طب الواي بكام؟ ب 10، يبقى بقت ب 9، يبقى يساوي في الاخر الكلام ده كام؟ لو جينا طبعناه اطبع سالب 5 صح؟ خلاص؟ ادي بمنتهى البساطه الانكريمنت والديكريمنت اوبريتور، ما يضحكش عليك. طيب طبعا السمبل كيس احنا قلنا عليها، لو انا الاكس دي لوحدها ورحت انا كاتب اكس بلس بلس، هي هي لو انا قلت بلس بلس اكس ادام لوحدها صح؟ ماشي؟ تمام. اخر حاجه عندنا النهارده بقى هي السبيشال اساينمنت ستيتمنت. يعني ايه اساينمنت ستيتمنت اصلا؟ اساينمنت ستيتمنت اللي هي زي دي كده، لما بقول مثلا الاكس بتساوي اكس زائد 5، دي بيسموها اساينمنت ستيتمنت. ها؟ تمام؟ وده بيسموه اساينمنت اوبريتور اللي هو الايكوال ده. يعني معناها كاني بقول له خلي الاكس بتساوي الموجود في الاكس زائد 5. في بقى بعض السبيشال اساينمنت ستيتمنت موجودين في البرمجه. يعني زي اختصارات كده. يعني ايه؟ يعني مثلا اما اقول الاكس بلس ايكوال 5، عارف دي معناها ايه؟ اما تشوف انت الاكس بلس ايكوال 5 كانك بتقول ايه؟ الاكس بتساوي الاكس زائد 5. مثلا زي الماينس ايكوال، الماينس ايكوال معناها ايه؟ يعني مثلا لما اقول الاكس ماينس ايكوال 5 معناها ايه؟ معناها ان الاكس بتساوي الاكس ماينس 5. خدت بالك؟ هنا مثلا الملتبلاي ايكوال نفس الكلام، اما اقول الاكس ملتبلاي ايكوال واي دي معناها ايه؟ يعني كانك بتقول خلي الاكس تساوي الاكس مضروبه في الواي وهكذا. طب تعال نجرب كده، تعال نجرب. انا عندي هنا الاكس بتساوي 5 وعندي هنا الواي بتساوي 10، انا عاوز اطبع، خليني اطبع لو انت السي، خليني اقول كده
خلي الاكس بلس ايكوال 20. طيب لما اقول الاكس بلس ايكوال 20 دي معناها ايه؟ كان انا بقول كده، شوف انا هعملها في شكل كومنت، كاني بقول كده خلي الاكس بتساوي الاكس زائد ها 20. اذا دلوقتي انا لو طبعت الاكس تطبع كام؟ لو طبعت الاكس تطبع كام دلوقتي؟ برافو عليك، هتطبع المفروض 25 اهو. تعال نجرب كنترول اف 5 اهو، الاكس طبعت كام دلوقتي؟ 25 صح؟ يبقى هو جاب الاكس وراح خلاها بتساوي اكس زائد 20، يعني زود عليها 20. طيب نفس الكلام، خلينا اقول الاكس خليها تتضرب، بص اقول الاكس مثلا تتضرب في الواي، دي كده معناها ايه؟ كاني بقول لك ان الاكس بتساوي الاكس مضروبه فين؟ في الواي. خدت بالك؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى ده كاني بقول الاكس بتساوي الاكس مضروبه في الواي. تطبع كام دلوقتي؟ 50. تعال نجرب اهو 50، يبقى جاب الاكس اللي هي 5 وخلاها بتساوي ال 5 مضروبه في الواي اللي هي ال 10، فطلعت بكام؟ ب 50. واضح يا شباب الكلام ده؟ هل الكلام ده فيه مشكله؟ دول في البرمجه عاده بنستخدم كده، يعني احنا عاده في البرمجه بنستخدم الكلام ما بنكتبش، يعني عاده ما بنكتبش الجمله طويله كده، بنكتب المختصرات اللي هنا ايه بتسهل علينا شويه الكتاب. يبقى الاكس اما اقول بلس ايكوال او ملتي بلاي ايكوال او يعني كاني بعمل اساينمنت اوبريتور، معناها ان الاكس بتساوي اكس مضروبه في كذا او الاكس مضروب مجموعه على اللي بعد اللي يساوي او اللي بعد الايه الاساينمنت اوبريتور. ماشي؟